ولا عارفين آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن احنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايق، الكيف واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دوره، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره، تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن احنا كده عايشين. والله يا بنتي أنا غلبت معاه يا حبيبتي، خلاص أبوكي كبر بقى عامل زي الأطفال، اللي في دماغه في دماغه مهما تقوليله. ها اسمعي بس، أنا لسه بقول له مروة بنتك وجوزها اسم النبي حرصه، يا أختي ما خلصتش، طلع فيا انفجر زي أنبوبة البوتاجاز. أي يا بنتي زي ما بقولك كده. لا يا حبيبتي انا بقول له معلش يا حاج، اللي فات مات بقى، ومروه بنتك برضه يعني هين عليك يا حاج. قام مزعق فيا وشاغل، قلت له ما يصحش كده يا ابراهيم، عيب، انت اتجننتي يا بهيجه، خلاص على كبر هتعلميني العيب والصح والغلط. طب والله يا بهيجه ما انا قاعد لك فيها. وراح داخل يا بنتي واخد حاجته وخارج مكمل معايا خناق، أنا ما وريش حاجة غير مروة، أنا ما وريش حاجة غير أنتي وبنتك، أنتوا إيه؟ دماغكوا رايقة وفايقين قوي، أنا مش هقعدلك، أنا رايحة أقعد عند نازج، نازج اللي ما بتفتحش بقها معايا بكلمة وتقول لي تلت التلاتة كام. وخد حاجته يا مروة وسابني ويقول لي خليكي بقى قاعدة لوحدك، اقعدي في الأرض، شوفي مين هيسأل بيكي، خلي بنتك وجوزها ينفعوكي. وسابني لوحدي يا بنتي وقال لي انا مش راجعلك تاني. اهدي بس يا حبيبتي اهدي. وبعدين بقى هو لو مش عاوز يعرف علاء هو حر، بس احنا كمان حرين. لا معلش يا ماما، انا مش هدخل بيتكم الا وجوزي قبلي، ايوه ده اخر كلام عندي يا ماما. بس انت عارفه يا حبيبتي بيتي طول عمره هيفضل مفتوح لك، ده ينور بيكي. وسلمي لي على ابراهيم، قولي له هو اليومين دول محدش بيشوفه ليه. طيب يا حبيبتي مع الف سلامه. مالك يا حبيبتي؟ عصبيه ليه يا دكتوره؟ قال ايه يا سيدي؟ ماما زعلانه مني عشان ما بسالش وعشان ما بروحش عندهم. رحت قايله لها كل حاجه. ما انا سامعك من بره. احنا مش اتفقنا يا مروه ما تفتحيش الموضوع ده معاهم؟ خلاص يبقى هما كمان ما يتصلوش بينا. بصي بقى يا مروه، انا لا يمكن هقبل انك تقاطع اهلك حتى لو كان عشاني. انا نفسي بس افهم هما بيعملوا معانا كده ليه. وحشتيني وحشتيني. انت اللي وحشتيني قوي. عامل ايه يا عم؟ عامل شويه بكره. عامل ايه؟ عامل ايه قوي؟ اتفضل. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ايه بيت التحفه ده؟ بيت الجهاز تخش تفرجي. ده كله مخدعني، كله مخدولي كده يا بنت. فلوسي وفلوس ثانيه هي فلوس. ربنا يخليكي ليا يا اختي. بقول لك ما تيجي نقعد جوه شويه. لا ما شاء الله احنا مش جايين عشان نقعد، احنا جايين عشان نتكلم في الشغل. يعني مش هتتفسحوا ولا ايه؟ لا يا بنت ما احنا هنجيلك هنا كتير ونتفسح. بالمناسبه انا اتعرفت على كام تاجر بودره انما ايه قلصته، وهيدونا شويه اسعار عسليه. حلاوتك عسليه. هو ده بقى السلم اللي احنا جايين عشانه، عشان البودره. بقول لك ايه، انا فكرت افتح مكتب استيراد وتصدير هنا المجدي وعن طريقه نعرب البودره. بس هيصدر ويستورد ايه يا اختي؟ يخرب بيتك البودره طبعا. واحنا بنتكلم في ايه؟ يلا صحيح وحشتيني. اهلا يا ست فوزيه. ازيك يا زنوبه؟ تسلمي من كل راضي. بهيجه موجوده؟ موجوده يا ست. اتفضلي اهي. لا ده مريحه. تعالي يا فوزيه. العوافيه ام فتحي. يعافيك يا حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. اعمل لك ايه تشربي؟ اعمل لك قهوه يا اختي؟ لا يا اختي ولا حاجه. ولا حاجه ليه؟ مالك يا فوزيه ومال وشك مقلوب كده؟ أنا مش فاهمة يا بهيجة، أنت إزاي يا أختي تسكتي على حاجة زي دي؟ حاجة إيه يا فوزية اللي أنا ساكتة عليها؟ إزاي تسيب الولية القرشانة ده هي تقلبنا وتخطف الراجل مننا؟ قصدك نازك؟ وهو فيه غيرها؟ معلش يا حبيبتي، ما تنسيش إن هي مراته هي كمان. ما قلناش حاجة، تاخده يومين، مش حبسها عندها شهر، ده يرضي مين ده يا بهيجة؟ كل واحد يا فوزية بينام على الجنب اللي يريحه. ينام على الجنب اللي يريحه؟ لو تقولي لي بس هو ايه اللي حصل بينك وبين الحاج؟ ما حصلش حاجه يا اختي، هيحصل ايه؟ ده هي كلمته في التليفون، قام راح لها، رجع من عندها، قال لي يا حاجه انا رايح اقعد هناك يومين، اقول له لا ما اقدرش. ايوه يا اختي يومين مش 30 يوم. براحته يا فوزيه براحته. براحته؟ تكوني زعلتيه يا بهيجه؟ ابدا يا اختي تعدميني، انا اقدر ازعل الحاج؟ انا كل اللي قلته له يا اخويا ادي ريق حلو للواد جوز بنتك احسن البت بتشتكي لي ومقطعاني. تبقى هي القرشانه نازك اصطادت في الميه العكره، انما انا ابدا مش هسيبها تتهنى بيه. وقال الوليه يا اختي كانت عامله صاحبتي. تعرفي يا بهيجه المرة دي بتكره الكره، دي تقبل العمى ولا تقبل كيش. شربات يا فوزية هي بس. معلش يا حبيبتي اللي خدته القرعة تاخده أم شعور بألف هنا وشفا. اتفضل قهوتك يا حاج يا اللي منورني. تسلم ايدك يا ست نازك. تسلم لي من كل راضي. من كل راضي. يا سلام، مفيش احسن من روقان وراحة البال. انا بس اللي وحشني بجد الواد ابراهيم. انا كلمته يا حاج وهيجي يتغدى معانا. ايه ده من نفسك كده من غير انا ما اطلب منك يا نازك؟ ما انا اصلي بحس بيك وعارفه ايه اللي شاغل بالك. الله 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 عليك يا نازك. بصراحة ربنا أنا ظلمتك كتير يا حبيبتي. بس أنا راضية بظلمك ليا. بظلمك ليا. لا سيبك من الشويتين دول، اطلبي مني أي حاجة وانا احققها لك اكتر من وجودك معايا. يا لهوي، ده انت الدنيا وما فيها. ده انا فرحانه قوي عشان انت قاعد معايا. والله عشان انت قاعد معايا. من غير السهواكه بتاعتك دي. اطلبي مني بس قولي لي انت عايزه ايه. ايه هو انا اللي هطلبه ده يعني؟ مش ليا انا. يا سلام، امال لمين يا نازك؟ لمحسن جوز بنتك سعاد. يوه، بلاش سيبته الجدع ده. معرفش الجدع ده دمه تقيل على قلبي قوي. حرام عليك، ده غلبان، انت ظالمه. وبعدين شايل بنتك على دماغه من فوق، والكلمه كلمتها والشوره شورتها، واللي بتقوله هو اللي بيحصل. الله، طب وهو ده يبقى راجل بقى؟ لا، ده هو مكبرك وعامل لك قيمه يا حاج، خايف منك انت. وبعدين ما تنساش ان ابوه كان صاحبك. الله يرحمه ويحسن اليه. فعلا الراجل ده كان من احسن الناس. طب بمناسبه السيره دي بقى، قولي لي انت طالبه له ايه وانا انفذه على طول. عايزك تساعده. تساعده. اساعده ايه يعني؟ عايزين فلوس؟ انا ببعت لهم كل شهر اللي يكفيهم وزياده، ده غير مرتبه اللي بياخده من شغله كمان. طب ما تشغله عند سي فتحي ابنك. ابعتهولي وانا هبقى اشوف له شغلانه في الشؤون الاداريه. حاضر يا حاج، هعمل له مرتب كويس، بس ده عشان خاطر بس خالتي نازك. ها، قول لي بقى، انت اخبارك ايه؟ مش ناوي ترجع البيت عند امي ولا انت هتفضل مقضيها عندك كده يا حاج؟ وما قالكش يا حبيبي هو ناوي يقعد عندها قد ايه؟ لا ما قالش. طب انت يعني بالفكاكه بتاعتك كده قدرت تعرف ايه؟ بقول لك يا اما، انا وانتي متاكدين ان الحاج لا يمكن يستغنى عنك. تلاقيك انتي بس قلت له كلمه كده ولا كده زعلته. انا يا ابني ما انت عارفني، عمري ما قلت له حاجه تزعله، وطول عمري شايلاه على كف الراحه وما كسرتلوش كلمه. انا كل اللي قلته له حكايه جوز اختك. ما هو ما كانش في داعي يا اما، ما كانش في داعي. عموما الحاج كبر وبقى بينسى، انا متاكد انه هينسى. صدق ان انت لسه طيب يا فتحي وعلى نياتك. ابراهيم العقاد ينسى؟ ما يبقاش كلام ده. ابراهيم العقاد بينسى اللي هو عايز ينساه بس، انما اللي في راسه يفضل فاكره طول العمر. خلاص يا اما بقى، انسي انتي. يلا انا همشي. على فين يا فاتي؟ معلش يا حبيبي، خليك قاعد معايا شويه، هقوم اعمل لقمه وناكل سوا. انا اصلي بفضل قاعده طول الوقت لوحدي. قول لي يا فتحي، هي مراتك يا ابني هترجع امتى من بلاد بره؟ يا رب ما ترجع، علاجها هياخد وقت كتير قوي يا اما، عشان كده الحاج عايزني اسافر لها. منها لله، يجي لها داهيه تاخدها بنت المسعوده اللي اسمها ورده دي. كل المصايب اللي بتجيلنا من تحت راسها. ما احنا اللي ابتدينا يا اما. انت ناسيه؟ انا مش عارفه يا واد يا فتحي، لو عرفت ان ابراهيم ده يبقى ابنها هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ قولي انت يا اما، لو ابراهيم عرف ان البت دي تبقى امه وانها تاجرة مخدرات هيعمل هو ايه؟ ايه اخبار صاحبك؟ بقالي اسبوع لا شفته ولا اعترت فيه، والنهارده كنت في المصنع محسن جوز اخته قال لي انه سافر بره عشان مراته. ازاي يا مدبولي؟ انا مكلفك بالعمليه دي من اسبوعين. ما هو على يدك انت يا ريس، لازم ابقى جنبه، لازم ابقى قريب منه عشان انفذ الخطه صح واحط له البودره في العربيه. وهيرجع امتى؟ يا حمدي انا قلقان من الشركه الجديده اللي بيفتحها مجدي. دي شركه استيراد وتصدير وكل اوراقها سليمه. وايه يعني؟ انا كل اللي يهمني بيستوردوا ايه مش بيصدروا ايه. انا اللي بلغني ان استوردوا شحنه يميش وكل اوراقها سليمه. فتشوا الشحنه دي كويس، ما انا جبت لك التقرير. على العموم انا هطلب من مدير الاداره ان يسفرك ورا مجدي ده بره، يشوف بيكلم مين، بيعمل اتفاقات ايه، بس على الله بقى يوافق. ايه رايك بقى يا قطه؟ بتهيألي دي طريقه لا يمكن اي حد في الدنيا يكشفها. احنا هنعرف ازاي الجوزه المليانه من الفضه؟ حلوه الجوزه دي، هنعلمها طبعا وتعدها كمان. احسن واحده منهم تروح غلط لزبون نروح كلنا في داهيه. من الناحيه دي اطمني يا قطه، انا هعمل لك شغل مظبوط على الاخر. الصنف ده نوعه ايه؟ اكسترا، هيعجبك قوي. دوق يا ترى ممكن. ايه الاخبار؟ صنف عالي قوي، اكسترا يا ست الكل، حاجه كده على كيف كيفك. تسلم ايدين اللي اشترى. عادي، اشتغل بيهم. بس دي كميه قليله قوي. لا ما هي الكميه دي عينه مجانيه كادو يعني، انما بقى لما اسافر يا سكر هجيب لك الكميه اللي انت عايزها. طب ايه رايكم بقى لو نجرب العينه الصغيره دي على الزبون؟ حلوه جديده دي. ما قلتليش يا صاحبي، ايه رايك في الجو هنا؟ لا 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 لا، الجو هنا ابداع، ده شيء عبقري. ايه الحلاوه دي؟ عارف يا صاحبي ايه؟ انا اذا كان عليا اتمنى اعيش بقيت عمري في لبنان دي ما اخرج منها ابدا. يا سلام، ليه يعني؟ الهبوه بتاعها عاليه قوي قوي قوي. اهلا اهلا يا انسه، اتفضلي. أنا مدام مش أنسة، ريري الهلالي. تسمع عن الاسم ده؟ أيوه طبعًا، مش حضرتك برضو اللي بتشتغلي في الأزياء؟ بس شكلك صغير قوي، أقصد يعني سنك صغير قوي على إنك أنت تبقى تاجر شاطر قوي كده مع الزباين بتاعتك. أنا أساسًا متربي في عيلة معظمها تجار. أنا كنت محتاجة حد يجي يركب لي ساوند سيستم عندي في الفيلا في كل اوضه. ده انا هبعت لحضرتك اكبر مهندس عندنا هنا في المحل يشوف طلبات حضرتك كلها. ليه؟ هو انت مش خبير في المجال ده؟ ها؟ يعني مش قوي، بس هي المساله دي بتبقى محتاجه واحد خبير اكتر مني شويه في التوصيلات الكهربائيه. لا بالعكس، بتبقى محتاجه واحد عنده ذوق، يعني يجي يشوف الاول الفيلا ويقول لي رايه وذوقه ايه، وبعدين يبعت الخبير. أنا شايفة إن أنت أحسن واحد تعمل ده. أنا؟ أنا ما عنديش أي مانع، ده أنا كمان يحصل لي الشرف. خلاص اتفقنا. يا أنا آسفة، اسمك إيه؟ إبراهيم. إبراهيم فتحي العقاد. تحب تيجي إمتى يا إبراهيم؟ بلاش النهاردة ولا بكرة، أصلي عندي شغل كتير قوي. تحب تيجي بعد بكرة؟ بعد بكرة لو مشغول يبقى براحتك، أنا ممكن أسيب لك نمرة الموبايل بتاعتي تكلمني في أي وقت، هي سهلة قوي ممكن تحفظها. 015 3 6 1. أول ما تفضى كلمني، بس أوعى تتأخر عليا يا إبراهيم، أحسن بعدين أجيب مهندس تاني يركب لي السيستم. خمستاشر 3 6 1. الو، مين اللي بيتكلم؟ بهيجة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انت يا اختي اللي كنت بتكلميني من شويه؟ يا اختي لا مؤاخذه، اصل انا كنت في اوضه النوم، على بال ما خرجت للتليفون كان ساكت، او حياتك ساكت. لا انا بقول للحاج يا اختي يجيب لي عده جديده من اللي بتظهر النمر، اصل يا اختي في ناس بيعكسوني فاكريني قاعده لوحدي، مش عارفين ان الحاج قاعد منور عندي. اه والله منور عندي. طب يا اختي ما تيجي اخطفي رجلك وتعالي اقعدي معانا شويه. اشمعنى انا يعني باجي اقعد معاكي؟ ماشي يا ستي. عايزه الحاج من عينيا طبعا. هنا هو هيروح فين يعني؟ ها هيروح فين؟ هندهولك. يا حاج تعالى يا حاج كلم يا سي ابراهيم. ايوه ايه مين يا نازك اللي بيتكلم؟ واحده يا اخويا بتحبها قوي. ودي مين بقى ان شاء الله؟ يعني انت مش عارف؟ بهيجه ام فتحي. وانت قلت لها ان انا هنا؟ امال اقول لها ايه؟ مش هنا؟ اقول لها مش هنا؟ خلاص. الو. ايوه بهيجه. كده برضو يا ابراهيم؟ كده يا اخويا مش عايز ترد عليا؟ طب رد عليا، قولي عامله ايه يا بهيجه، اطمن. معلش انا كنت سامع كل الكلام اللي قالته لك نازك، بقى تقول لك خد كلم حد بيحبك، تقول لها مين؟ خلاص يا حاج، خلاص نسيت بهيجة، نسيت حبيبتك، معلش الله يسامحك يا اخوي، ما كانش العشم. يعني انتي طلباني دلوقتي عشان تقطميني؟ بقول لك ايه، انا مش هقعد اتعاتب بقى، وانت قلت وانت عدتي، خلصيني، انا ما عنديش طاقه طان، انا مش طايق جنس كلمه من اي حد مهما كان. طب بلاش انا يا اخويا، اسال على ابنك فتحي اللي متشحطط بره، لا احنا عارفين هو فين ولا رجع امتى. ايه اللي غيرك كده يا حاج؟ ليه بتعمل معانا كده يا اخويا؟ خلاص حطيت على قلبك حجر من ناحيتنا، حتى على فتح ابنك يا ستي. هو كل يوم بيكلمني بيطمني على نفسه وعلى مراته كمان. ايوه بالظبط زي ما بيكلمك، يعني ملوش لازمه بقى اللف والدوران، وما تعمليش شويتين بتوعك دول معايا، انا خلاص ما عدتش مستحمل. قولي لي بصراحه انت عايزاني في ايه دلوقتي بالظبط؟ ولا ارتاحي هقول لك انا. طبعا انت مكلماني دلوقتي عشان تساليني انا هرجع تاني امتى في البيت عندك. ريح نفسك يا بهيجه، اما يقول الاوان انا هبقى ابلغك. وخلاص بقى انا تعبت من الكلام، بنهج. يلا مع السلامه. سلامتك يا حاج من النهجان. تحب يا اخويا اعمل لك خروب ولا حبه كركديه يروقوا دمك؟ ها يروقوا دمك. تمام يا فندم. اهلا. ازيك يا حمدي؟ عامل ايه؟ وحشنا. اخبارك ايه؟ كله تمام. اخبار السفريه ايه؟ الحمد لله. انبسطت؟ كله تمام. احكي لي بقى طالما انبسطت. الواضح يا علاء ان ورده وجوزها ليهم شبكه هناك، هي اللي بتسهل لهم عمليه تهريب المخدرات. توضح كلامك يا عم حمدي. ايه الالغاز اللي انت جاي بيها من هناك دي؟ الحقيقه انا ما شفتش عمليه تسليم مخدرات بتتم مع مجدي، لكن شفت مقابلات بينه وبين اشخاص هناك، عرفت انهم تجار مخدرات، والمقابلات دي كانت بتتم عن طريق واحد مصري بس ايه؟ كان مفاجأة. يعني ايه مفاجأة؟ ما توضح كلامك يا اخي. الحقيقة انا صورته مع مجدي ومع تجار المخدرات كمان، بس بقول لك اهو امسك نفسك من المفاجأة. معقولة؟ هو سالم بشندي يا فندم، تاجر المخدرات اللي محكوم عليه ب 25 سنة سجن. يعني هربان من حكم. كان مسجون يا فندم، وقالوا انه مات في السجن. مين اللي قاله؟ الدكتور اللي كشف عليه طبعا. الكلام ده في منتهى الخطورة. متأكد يا فندم، حتى اخته عملت له جنازة وعزا كبير، حضروا ناس مهمين. يعني في ناس من جوه السجن هم المتورطين في تهريبه. أكيد سعادتك، وأولهم الدكتور اللي عمل تقرير الوفاة. على العموم احنا ما نقدرش نسير القضية دي من جديد إلا بعد القبض على المجرم الهربان ده، لأن زي ما أنت عارف حكاية الصور دي ممكن الطعن فيها. أنا بقترح كمان على سعادتك إن احنا نستنى لما مجدي يسافر ونصبر شوية عشان نظبطه هو كمان متلبس. وخد بالك العملية دي هتحتاج تنسيق مع جهاز الشرطة هناك. احنا سعادتك هنعمل كل الإجراءات اللازمة. وخلي بالك كمان العملية دي عايزة تكتم شديد عشان المجرم الهربان ده ما ياخدش حذره وفجأة تلاقيه فص ملح وداب، خصوصا سعادتك إن أخته ليها اتصالات كتير. انت طالعين من بقك حلوين قوي يا غلوزي. خلاص هقول لك يا مروه، هو لايق عليك. خلاص خليه مروه. تحب تشرب؟ احنا مش برضه جايين عشان شغل؟ ايه ده مالك داخل حالي قوي على الشغل كده ليه؟ طب خد نفسك الاول تعالى اشرب حاجه. تعالى ايه رايك في الفيلا بتاعتي؟ تجنن. عجبتك؟ طبعا. عايز اقول لك ان كل ده ذوقي انا. خدوني فلوس كتير قوي ووقت كتير جدا، وطول النهار قاعده لوحدي ما بلاقيش حد يسليني ولا يقعد معايا. شكرا. بس انتي مش هتشربي؟ هشرب طبعا معاك. كنتش عايزه اتعبك معايا والله. اوعى تقول كده، انت تعبك راحه. هجيب كاسي باديه حالا. لو ما كنتش هحرق قلبكوا زي ما حرقتوا قلبي ما بقاش انا وردة. بكره لسه هتشوف يا فتحي يا عقاد. قهوتك يا سي فتحي. تسلم ايدك يا خالتي. قول لي يا ابني، مراتك عملت ايه؟ رجعت معاك؟ لسه يا حاج، علاجها هياخد له بتاع شهر كمان. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. يقومها بالسلامة. أنا مش عارف بس المصيبة اللي أنا اتبليت بيها دي، ده أنا صارف على علاجها دلوقتي أكتر من 1,000,000 جنيه يا حاج. الفلوس فداية، مش مشكلة، دي مراتك وبعدين دي أبوها عمل لنا خدمات كتير أوي. تحب تشرب حاجة تانية؟ تسلم إيديك يا خالتي. طيب أقوم أنا بقى أجهز الأكل. لا 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 يا خالتي مش هقدر، أصلي لسه هفوت على الحاجة. يعني هي كانت هتزعل لو كلت معانا؟ انت هتاكل معايا، عشان كمان انا في حاجات كتير عايز اكلمك فيها. لا يا حاج، بس هقول ايه للحاجة؟ يا سلام، وانت هتغلب يعني؟ ده الواد ابنك ابراهيم المقروض طلع زيك وعامل قلوبانات لسته. ده الولد ابراهيم ده عسل. يا نازل انت قعدتي تاني، يعني مش قلت انك هتاكلينا؟ اصل كلام خدنا. اصل انا بحب اسمع يا حاجه، بحب اسمع. اسمعي ايه يا وليه بطلي بقى؟ بقول لك ايه، انا حاسس ان انت عندك كلام عايز تقوله بس ما كنتش عايز تقوله قدام خالتك نازك. دلوقتي يا حاج شغل الحشيش ما بقاش جايب همه، وبعدين مشاكله بقت كتيرة. ده معنى ايه الكلام ده؟ انت عايز تبطل ولا ايه؟ لا يا حاج، احنا هنفضل في السوق، بس يعني في اصناف تانية مكسبها اكتر والخطورة بتاعتها اقل. ودي اصناف ايه ان شاء الله؟ البودرة. بودرة؟ اوعى اسمعك بتقول الكلمة دي تاني، مفهوم؟ يا حاج يا حاج، احنا هنشتغل فيها من بعيد لبعيد، سمسرة يعني، وهنكسب كتير قوي. ولا انا ما اتعودش اقول الكلمة مرتين ابدا. وبعدين يا اخي، حس على دمك، خلي عندك شوية حساسة. بعد اللي جرى لمراتك ده كان مفروض تكره السيرة دي نهائي. يا ريتها كانت ماتت منه يا حاج، كنت انا خلصت. طيب في موضوع تاني كنت عايزك تعرفه. وده موضوع ايه ان شاء الله بقى؟ موضوع الواد برعي. قالهولي. قال لك ايه الزفت برعي ده رخر؟ قال لي في واد صاحبه كان في لبنان وشاف واحد شبه سالم بالظبط. مين سالم ده رخر؟ سالم، سالم بشندي، اخو وردة. ايه الكلام العبيط اللي ملوش معنى ده؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ ما يمكن واحد شبهه ولا حاجه. لا يا حاج، ما انا عشان اتاكد رحت لعلاء جوز مروه وسالته، طلع عارف بالمعلومه وقال لي ما تجيبش سيره عشان هم ناويين يجيبوه. سيبك من علاء، انت من ساعه ما جبت سيره الزفت برعي ده وانا دماغي اشتغل. اصل برعي ده انا عارفه وعارف العيبه، تلاقيه بس هو بيتقرب لك وبيتملحس لك علشان يجر رجلك تشتغل معاه في البودرة الزفت اللي هو بيشتغل فيها. بس انا بحذرك وبقول لك اهو، اوعى رجلك تنجر في الشغلانة النيلة دي الا البودرة. اقسم بالله هتبرى منك وما هتشوف وشي بعد كده تاني ابدا. شربتيش كاسك؟ انا قاسي ما بشربش. لعلمك انا واخده الكاس ده بس عشان خاطرك انت. يعني عندك الخمره دي كلها وما بتشربيش؟ انا طول عمري كده، اعزم بالسجاير وما دخنش، اعزم بالخمره وما اشربش. هو يعني ما عندكيش مزاج لاي حاجه؟ لا عندي طبعا، شغلي. برافو عليكي والله. افتكر بقى نقوم نشوف شغلنا قبل ما راسي تلف. انت ليه مستعجل كده؟ لعلمك انا عندي اصناف تانية تجنن. مش مشكلة، خليها بعد الشغل. مصمم يعني؟ طيب اتفضل. انا بتهيألي انت شفت الهول كله، ها؟ ودي السفرة. مالك واقف متنح كده ليه؟ لا مفيش. ها؟ هتعمل هنا ايه بقى؟ هو هنا محتاج بالظبط 3 سماعات ستيريو. كويس، تعالى بقى افرجك فوق. يلا تعالى اتفرج. هفرجك الاول على اوضه النوم بتاعتي. تعالى ما تتكسفش. ادي يا سيدي اوضه النوم بتاعتي، صوانونه كده محدقه على قدي. ايه ده، هو حضرتك مش متجوزة؟ للأسف متجوزة. للأسف؟ للأسف ليه؟ يعني كأني متجوزة ومش متجوزة. يعني ايه؟ جوزي طول الوقت مسافر، رايح هنا ورايح هنا وسايبني. الناس كلها دلوقتي بقت كده، حتى أنا كمان والدي يا إما مشغول يا إما مسافر. عرفت بقى هتحط لي السماعات فين؟ تمام تمام. طيب يلا بقى افرجك على بقيه اللي جوه. يلا. ايه ده؟ معقول يا زيزي؟ نايمه لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ تعبانه. لا تعبانه قوي يا طنط. تعبانه ايه وبتاع ايه؟ ما عرفتكش. تعالى، دي زيزي بنت اختي، بتدرس زيك في الجامعه الامريكيه. قال ايه يا سيدي، جايه هنا تقعد 3 4 ايام عشان تعرف تذاكر. تذاكر؟ تذاكر ايه؟ الدراسه لسه ما ابتدتش. ما هي عندها ملحق. يوبا يا طنط، هو انت كل شويه كده تكسفيني بالملحق ده حتى قدام الناس؟ يا عكروته قولي بقى، انت شاطر ولا زيها كده بتجيب ملاحق؟ يعني تبقى زيها. شفتي بقى، عشان تعرفي ان انا بس مش لوحدي كده، في ناس كتير زي. ماشي يا ستي. تليفون علشان حضرتك يا هاني. طب يا نعيمه انا جايه حالا. برضه مع حسابكم هرد على التليفون واجي لك على طول يا حبيبتي. هو انت بقى اسمك ابراهيم؟ تمام. ايه مش عاجبك؟ ايه في ايه؟ انت خدت على خاطرك مني ولا ايه؟ بس يعني كان المفروض يسموك هيثم، تامر، وائل، الاسماء الحلوه دي، مش يسموك ابراهيم. اعمل ايه بقى، حظي كده. قالهم لو مش عاجبك نغيره. حلوه قوي نغيره دي. طب اقعد واقف ليه؟ اصل انا الحقيقه جاي في شغل. شغل؟ شغل ايه ده؟ طب قرب هنا جنبي. احسن خالتك تيجي تلاقينا قاعدين مع بعض كده تتضايق ولا حاجه. لا اطمن، خالتي بقى دي سبور قوي. ما تقرب هنا يا ننوس. نعم ننوس. مش احسن ما اقول لك يا ابراهيم؟ اصل بصراحه كده شايفاك ننوس قوي. طب ما انت كمان ننوسه. انت شايف كده؟ زي ما انت شايفاني بالظبط. طيب ايه بقى الشغل اللي انت جاي علشانه ده يا ننوس؟ كده يا حبيبي تروح وتتعشى في بيت عدوتي ده، انت ابني الوحيد اللي مليش غيرك. تروح تتعشى عند اللي خطفت ابوك مني، ما كانش العشم يا فتحي. في ايه يا امي؟ انت مكبره الموضوع كده ليه؟ وبعدين هو انا رحت اتعشيت عند حد غريب؟ ما هو بيت ابويا برضه. ايه؟ بيت ابوك؟ خلاص يا واد، بتسمي بيت نازك بيت ابوك؟ امال ده يبقى بيت مين يا ابني؟ بس عليك وعلى البطن اللي شالتك يا شماتة العدوين فيكي يا بهيجة. ياما اهدي بقى، مش كده. وبعدين بصراحة الحاج هو اللي أصر إن أروح أقعد أتعشى معاه عشان نتكلم في الشغل، وأنتي عارفة الحاج لما بيصر على حاجة لازم تتنفذ. يا أختي، وكمان يا واد قاعد أنت وأبوك في بيت نازك تتكلموا قدامها في الشغل؟ يا خيابك. هيا يا واد، تعرف حاجة عن شغلك أنت وأبوك؟ ما تخافيش ياما ما تخافيش، هي ما كانتش فاهمة إحنا قاعدين بنرغي في إيه. كل اللي كانت فاهماه اللي احنا قاعدين بنتكلم في شغل المصنع. لا فالح وناصح، طالع فالح قوي. انت ما تعرفش نازك دي، انا بس اللي عارفاها، وطول عمري بقول عليها قرشانه وميه من تحت تب. انت فاكر يا واد لما اجبرتك واصرت ان تشغل الواد المنيل جوز بنتها عندك وانت بخفتك ما فتحتش بقك ولا قدرت تقول تلت التلاتة كام؟ لا ياما بقى معلش. اولا اللي قال اشغل الواد محسن هو الحاج بنفسه. ثانيا انا كنت محتاج حد يشتغل الشغلانه دي، فقلت ليه لا، الواد محسن اولى. يا واد ده ابوك ما كانش بيطيقه. وبعدين معاكي بقى ياما، وبعدين حتى لو ما كانش بيطيقه شغلانتنا دي ما فيهاش عواطف. عواطف؟ لو انت يا واد جبت واحده اسمها عواطف ومشيتوها ما ده هي لا يكون ابوك اتجوزها. الله يجازي شيطانك ياما. الله يجازي شيطانك ياما. كده يا فتحي كده بتتمارس عليا يا حبيبي. كتر الف خيرك يا ناظم. قال ولما خلفتك بهيجه جابت الولد إبراهيم العقاد، كل خلفته بنات. بهيجة بقت فرخة بكشك عند إبراهيم عشان الواد. كانت الحزينة تفرح ما لقيتهاش مطرح. خلاص ياما بقى عشان خاطري خلاص. طب شوفي انت عايزاني أعمل إيه وأنا هعمله. شوفي عايزاني أروح أقابل الحاج فين وأنا هروح المكان اللي تقولي عليه أقابله فيه. تقابل أبوك في أي حتة إلا بيت نازك. خلاص اللي تأمريني بيه يا ست الكل هعمله. وطول ما ابراهيم العقاد سايب بيتي وسايبني رجلك ما تخطيش هناك. حاضر حاضر يا اما بقى، ما تزعليش نفسك يا ست الكل. حاضر. ومحسن جوز بنتها تمشيه؟ لا كل اللي كده يا اما، ما انا لسه قايلك اللي مشغل الواد ده هو الحاج، والحاج هو الكل في الكل وصاحب كل حاجه وصاحب المصنع، وما تنسيش اللي ماسك المصنع ده هو ابراهيم ابني. بالمناسبه هو الواد ابراهيم ما جاش ليه؟ الواد ده بيروح فين يا اما؟ مش هرد عليك عشان انا زعلانه منك ومش هكلمك كمان. تصبح على خير. هشوفك تاني يا هيما؟ طبعا. طب انا كنت عايزه اطلب منك طلب، يا ريت قبل ما تيجي هنا تكلمني في التليفون، اصل ساعات كتير قوي ببقى في الشغل، وساعات كمان جوزي بيبقى قاعد على نفسي هنا. طب ممكن اسالك سؤال؟ سؤال صغنطوط صغنطوط قوي. اتفضل يا حبيبي. يا زيزي زيزي لا ده فوق دي قاعده هنا على طول. انت شاي قوي يا واد، بتسال ليه؟ بس عايز بعد كده جعان هاكل. طب قوم قوم تعالى حبيبي تعالى. على العموم يا سيدي انا مش زعلانه، مع اني كنت فاكره ان انت هتبقى محتاج تشوف حد تاني، بس ما تنساش ان انا اللي عرفتك عليه. يا نهار ابيض والله العظيم انت الخير والبركه، انت الخير والبركه. تعالى يا حبيبي تعالى. ايمن انا مش عايزه اي حد يعرف باللي بيحصل هنا، احسن بعد نزعل منك قوي. لا 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 مفيش اي حاجه هتطلع بره، اي حاجه يعني كان مجرد تعارف يعني. ولسه ده احنا الايام الجايه هنعاشر بعض ليل نهار. وهسهرك يا واد يا هيما، حته سهر اسم الله عليك يا حبيبي، حته سهرات عمرك ما كنت تحلم بيها يا واد. بس اهم حاجه ايه؟ ايه؟ مفيش اي حاجه تحصل هنا تخرج بره. انت راجل انت راجل يا ولد. يلا باي باي. سلملي على امك. ها اسمع يا ابني، انت لازم تاخد بالك كويس قوي من العمليه دي. أنا جايب بضاعة ب10 مليون جنيه، أنت فاهم ولا مش فاهم؟ أول ما البضاعة توصل توزعوها على المخازن بتاعة الجبل، واوعى حد يشوفك، أنت فاهم؟ اوعى حد يشوفك. يلا مع السلامة دلوقتي، اسمع أول ما البضاعة توصل تكلمني، لازم تديني خبر. سلام. ومعناته إيه بقى الكلام اللي أنت سمعته ده؟ أصل أنا حاج خايف إلا يكون فتحي بيشتغل من ورا منك في الحاجات الممنوعة دي. حاجات ايه؟ حاجات ممنوعه عن ايه؟ مخدرات مثلا يا حاج. انت جننت؟ مخدرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ فتحي ابن العقاد، ابن اطهر واشرف بيت في مصر، يشتغل مخدرات؟ سامعه يا ست نازك جوز بنتك بيقول ايه؟ معلش يا حاج سامحه، اصله خايف. يا صلاة النبي خايف؟ ليه؟ سمع ايه ولا شاف ايه عشان يخاف منه؟ ما هو الكلام اللي انا سمعته ده يا حاج ما يقولهوش الا تجار مخدرات، بضاعه ومخازن في الجبل كده يعني. انت عايز التاجر اللي بيشتغل في حاجه يسميها ايه؟ مش ده شيء بيتاجر فيه؟ على راي الريحاني شيء وشيء لزوم الشيء. طب بلاش اقول انا، قولي له انت يا ست التاجر بيسمي الحاجه اللي بيشتغل فيها ايه؟ البضاعه. البضاعه اهي، الست اللي ضفاها برقبتك قالتها لك اهي، ايه البضاعه؟ وبعدين هو المقطم ده ايه؟ هو انت فاكره هيش وجبل وهو زي زمان؟ لا يا ابني، ده دلوقتي بقى حاجه تانيه خالص، ده بقى كله عبار. ايوه ايوه يا حاج، بنسمع ان بقى في عماير كتير ومحلات كتير قوي. ومحلات كتير اسم الله عليكي، والمحلات دي فيها ايه؟ ما فيهاش غير بضاعه. فلما يقول المخازن اللي في الجبل واضح انها بتاعت البضاعه، فاهم ولا مش فاهم؟ ما ترد، ولا انت شاطر بس تطرطق ودانك؟ انا اسف يا حاج، يظهر كده ان انا فهمت غلط. اه سبحان الله عليك وعلى طبعك وعلى فهمك. الله يرحمه حفظي كان يوزن الكلمة قبل ما ينطقها، كان بيفهم بحقيقي. وليك طبعا رحت مع بعض وقلت الكلام الفارغ ده قدام مراتك. أنا؟ يتقطع لساني يا حاج، أنا هقول لمراتي أخوك تاجر مخدرات؟ لا إله إلا الله، بيقولها تاني قدامي، تاجر مخدرات؟ دي كلمة تقولها على ابن العقاد؟ ما تشوفي جوز بنتك الغني ده. معلش يا حاج معلش، هو غلط في اللي قاله. على كل حال عشان خاطرك انت بس يا ست الكل انا هسامحه وهسكت، لكن لو سمعت كلمه مره تانيه في الشغل ونقلتها بره اقسم بالله انا هنسى نهائي انك جوز بنتي، وهنسى صحبتي بابوك زمان الله يرحمه، ومش هتصرف معاك غير بالجزمه. الشمس تبان بعد سحاب